السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ معكم محمد عطية من لجنة اناتومي. بإذن الله النهاردة هنشرح مع بعض محاضرة ان شاء الله تكون سهلة، هي الميل انترنال جينيتاليا. مش هناخد وقت ان شاء الله. هنتكلم فيها عن ايه بقى؟ هنتكلم عن اول حاجة الفاز ديفرنس، تاني حاجة السيمنال فيزيكال، تالت حاجة ايجاكيوليتوري دكت، رابع حاجة بروستات جلاند. ايه بقى الطلاسم دي؟ تعالى اقول لك. اول حاجة نتكلم عنها هي الفاز ديفرنس، بس الاول تعالى كده احكي لك حتة صغيرة. احنا عندنا الميل الذكر، التستس بتاعته موجوده بره ولا جوه؟ بره ايه ولا جوه ايه؟ بره جسمه ولا جوه جسمه؟ بره جسمه، تمام كده؟ خلاص، متعلقه كده في كيس اسمه السكروتم، كيس كده محوطها كده. خلاص، حلو، شلت الكيس وشلت الحاجه اللي فيه عشان خاطر اوريك بس الدنيا ماشيه ازاي. بص يا سيدي، التستس دي اورجان حي، صح؟ عايزه دم، عايزه نيرفس، بتودي بتخرج دم وعايزه ترجعه جوه تاني، ماشي، يعني كده عايزه تتوصل بجوه كمان، بجوه الجسم يعني، بتوصل بالابدومين. حلو، وكمان بتنتج سبيرمز، تمام، عايزه توديها تنقلها لجوه الجسم. طب لجوه الجسم فين؟ شايف البلادر دي؟ بيطلع منها حاجه اسمها يوريثرا، مجرى البول، تمام كده؟ خلاص، برضو عايزه تنقل السبيرمز لمجرى البول عشان يحصل ايجاكيوليشن. خلاص كده، تمام كده. اذا نتفق مع بعض ان التستس دي عايزه توصيله من بره لجوه، هي قاعده بره وعايزه يعني زي طريق كده، نمد لها طريق عشان تمشي، يعني تمشي حاجتها فيه وتدخل جوه وتخرج براحتها. خلاص، طيب ايه بقى الطريق ده؟ اسمه سبرماتيك كورد، كيس كده او زي انبوبه شايل الارترز والفينز والنيرفس بتاع التستس، وشايل معاهم حاجه اسمها الفاس ديفرنس. مين الفاس ديفرنس ده بقى؟ واحده واحده. الفاس ديفرنس عباره عن لونج نارو ماسكولار تيوب او دكت، قناه عضليه طويله، ماشي، وظيفتها كلها انها تنقل السبرمز من التيل اوف ابيديديمس. ايه التيل اوف ابيديديمس ده؟ بص، دي التستس. خلاص، ركز معايا كده واحده واحده. ده الابيديديمس وظيفته ايه؟ ياخد السبرم من التستس دي ويخزنه، وبعدين يبدا ينقله عن طريق الديل بتاعه. ده التيل، الناحيه تحت ده التيل. بص، انا باصص من ورا اهو عشان تبقى واخد بالك انا باصص منين. من ورا ادي التيل اهو. وظيفه بقى الفاس ديفرنس ده انه ياخد السبرمز من هنا عشان يوصلها لحاجه اسمها ايجاكيولاتوري دكت، هوريها لك كمان شويه. خلاص كده، عشان الاخر توصل لليوريثرا، يعني هو بينقل السبرمز من جوه من بره من عند التستس لحد جوه مكان ما يحصل لها ايجاكيوليشن. خلاص كده، طيب، حلو الكلام. تعال نكمل. طوله حوالي قد ايه؟ 45 سنتي، طويل شويه. تعال نقسمه عشان نعرف ندرسه كويس. قال لك له تلات اجزاء. جزء ماشي في السكروتم اللي هو الكيس اللي بره ده، الكيس اللي هنا سميته سكروتال بارت. جزء ماشي في حاجه اسمها انجواينال كانال، هقول لك عليها كمان شويه اسمها ايه بقى، اسميه الانجواينال بارت. جزء ماشي بقى جوه البلفس نفسه اسميه بلفيك بارت. يبقى عندي تلات اجزاء للسكروتم للفاس ديفرنس. خلاص، طبعا اعذروني انا يعني الساعه 11 وانا اصلا بنام بدري، ف يعني مسجل دلوقتي وانا مش مركز، فلو غلطت في اي حاجه كده معلش عدوها. خلاص، طيب، بسم الله، نبدا بالسكروتال بارت. اوصفه لي كده واحده واحده، مش ازاي وراح فين. بص يا سيدي، اول حاجه هو بيطلع منين؟ عشان قايل لك لسه، قايل لك اهو، انا باصص من ورا اهو عشان تبقى واخد بالك. باصص منين؟ من ورا. هقرب شويه كده عشان تشوف. ده الفاس ديفرنس اهو، بيطلع من التيل اوف ابيديديمس. حلو، وبعدين قال لك يمشي على البوستيريور بول بتاع التستس. انا كده باصص من ورا، صح؟ ده البوستيريور بتاع التستس اهو. خلاص، ماشي. طيب، شايف ده اسمه ايه؟ ابيديديمس. طيب، هو ماشي ميديال ولا لاترال؟ ليه ميديال ولا لاترال؟ في الميديال، في اللاترال. ادي لاترال ناحيه الفيمر وبره، وادي ميديال، هو ماشي ناحيه الميديال اهو. يبقى ماشي ناحيه الميديال اسبكت من الايه؟ الابيديديمس، لحد ما يوصل عند الابر بول اوف تستس. خلاص كده، وبعدين كده خلاص من تستس. طيب، مين اللي متشعلق من التستس؟ حاجه اسمها سبرماتيك كورد. طب انا مش عايز اتخيل، تعالى نشوف. بص يا سيدي، في الصوره دي انا ايه اللي حصل في الصوره دي؟ قطعت البينز، قطعته خالص، وادي قدام التستس اهي، ادي السكروتم. شايف التستس متعلقه في حاجه كده اسمها سبرماتيك كورد. سبرماتيك ايه؟ كورد. ماشي في حاجات كتير، يهمني منهم الفاس ديفرنس، تمام؟ خلاص، طيب، يبقى ايه اللي حصل تاني؟ اللي حصل ان انا عندي الفاس ديفرنس خرج من نهايه الابيديديمس، وبعدين مشي على البوستيرو بول، ده كده قدام ده كده ورا عشان ده ناحيه ورا، مشي على البوستيرو بول بتاع التستس وناحيه الميديا اللي وريتها لك هناك من الابيديديمس، وبعدين دخل السبرماتيك كورد. خلاص، اللي هو ده. وضعيته ايه في السبرماتيك كورد؟ يعني وضعيته ايه؟ انا عندي السبرماتيك كورد ده فيه ايه؟ فيه ارترز، فيه فينز، فيه نيرفز. هو ماشي بقى علاقته بيهم ايه؟ قال لك هو سهل خالص، هو الموست بوستيريو ستراكشر، هو ناحيه ورا خالص، ماشي، ومحوطه. شايف شبكه الفينز دي؟ الشبكه دي اسمها بامبيني فورم بلكسس اوف فينز، ماشي. يبقى هو مين؟ هو بوستيريور، ماشي في البوستيريور بارت بتاع السيمانتيك كورد ناحيه ورا خالص، تمام كده. وهو طالع من ناحيه ورا وماشي ناحيه ورا في كل حته، تمام. طيب،
وحواليه بامبينيفورم ليسس اوف فينز. ده بالنسبه لمين؟ للسكروتال بارت. خلصت. تعال بقى نشوف البارت اللي بعده اللي هو مين؟ الانجوينال بارت. ايه بقى الانجوينال بارت دوت؟ تعال اقول لك. هو انا عندي ال اتفقنا التستس بره والفيسلز والنيرفز والحاجات دي كلها جوه عشان اوصلهم ببعض، محتاج ايه؟ محتاج اخرم الانتيرو ابدومينال وول. اخرمه ازاي يعني؟ بص يا سيدي، مش زي الانتيرو ابدومينال وول اهو، هتلاقي فيه عايز اخرمه كده بشنيور، ماشي؟ خلاص، على مدار سمكه كله، ده سمك اهو، عشان اقدر ادخل سلوكي بقى بتاعتي من هنا، النيرفات والفيسلز اقدر ادخلها من هنا كده، من والى؟ من الشارع للايه؟ لجوه، ومن جوه للشارع. حلو. لما جيت خرمت بالشنيور ايه اللي حصل؟ بقى في فتحه ناحيه بره خالص على الشارع اسمها سوبرفيشال انجوينال رينج. اسمها ايه؟ اهي سوبرفيشال انجوينال رينج. هوريلك صوره اوضح من دي كمان شويه، بس ركز معايا في دي. وبعدين وفي فتحه ناحيه جوه ناحيه الابدومن والبلفس والحتت دي جوه اسمها ديب انجوينال رينج، وما بينهم قناه اسمها انجوينال كانال. اسمها ايه؟ انجوينال كانال. خلاص. حلو. ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل ان انت عندك بص اهي في الصوره دي برضو، الصوره دي جميله اهو، ادي فتحه اسمها سوبرفيشال انجوينال رينج، وادي انجوينال كانال عشان يخش جوه على الديب انجوينال رينج. ماشي. ايه اللي بيحصل؟ قال لك الباس ثرو ذا انجوينال كانال ان ذا انتيرير ابدومينال وول تو ريتش ذا ديب انجوينال رينج. يبقى الفاس ديفرنس ماشي في السمنات الكورد اهو، يدخل معاه من خلال سوبرفيشال انجوينال رينج، يمشي في الانجوينال كانال لحد ما يوصل للديب انجوينال رينج. تعالى اوريها لك. بص الصوره دي برضو جميله، ادي اهو فين الفاس ديفرنس اهو، الفاس ديفرنس اهو ماشي جوه السمنات الكورد، ادي سوبرفيشال انجوينال رينج ماشي جوه الانجوينال كانال، وبعدين ادي الديب انجوينال رينج اهي. طيب لما بيخرج من الديب انجوينال رينج بقى بيلاقي ايه؟ قال لك بص، بيلاقي فيه فيسلز اسمها انفيريور ايبيجاستريك فيسلز، واللي بتطلع من حاجه اسمها اكسترنال ايليك فيسلز. ماشي. طيب هيعمل ايه بقى؟ قال لك بص، بيروح جاي من ناحيه اللاترال بتاعها. هو في اللاترال في الميديا، بص ازاي اصلا في اللاترال، الهيب ناحيه اللاترال ايه، والساكرام في النص ناحيه الميديا. هو ماشي ناحيه مين؟ ناحيه اللاترال اهو، وبعدين يعمل بيندنج يعني ينتني في اتجاهه كده. ايه اتجاهه؟ كده ميديال صح. يبقى هو عدى من ناحيه اللاترال بتاع الانفيريور جاستريك ارتري ودخل ناحيه الميديال جوه، ناحيه جوه خلاص كده بيندنج ميديالي. طيب شايف هو ماشي معدي على فيسلز كده اسمها ايه؟ اسمها اكسترنال ايليك فيسلز. ادي ارتري وادي فين. تعالى اوريك الكلام ده هنا، ما تزهقش منه. ادي فاس ديفرنس اهو، عمل ايه؟ بص ادي الانجوينال كانال اهي. طبعا هنا الانتيريور ابدومينال وول مش كامل، انا بس جايب لك عضله واحده منه عشان يوريك بس المنظر اهو. هيدخل من خرمنا بالشنيور اهو، خلاص ندخل لجوه اهو، شايف اهو. طبعا الابلكيشن ده مش مظبوط، المفروض الفاس ديفرنس ده لو هرسمه يعدي ازاي؟ يعدي كده اهو، كده كده خلاص اهو، مش بالمنظر ده. المهم افترض معايا ان هو عدى يا سيدي، تخيل، ما تعرفش تتخيل يعني اهو، في اللاترال في ميديا اللاترال اهو، يبقى هو معدي من ناحيه اللاترال للايه؟ للارتري اللي هو اسمه انفيريور ايبيجاستريك، ثم يعدي على الفيسلز اللي هو اكسترنال ايليك فيسلز، معدي من فوق اهو وفي جنبه اكسترنال ايليك فين. تمام كده، ده الانجوينال بورت. يبقى الانجوينال بورت عايز فيه كام كلمه؟ عايزك تقول لي ان هو معدي من الانجوينال كانال، واول ما بيخرج من الديب انجوينال رينج بيعمل ايه؟ بيبند ناحيه الميديال، ماشي خلاص كده، يبقى اتجاهه ميديال، لكن هو لف حوالين ايه؟ لف حوالين اللاترال سايد بتاع الانفيريور ايبيجاستريك ارتري. خلاص. يبقى لو جيت بص في الرسمه دي تاني، هو كده ناحيه اللاترال للانفيريور ايبيجاستريك، بس اتجاهه هو نفسه ايه؟ ناحيه الميديال. تمام. طيب كده الانجوينال بارت خلص، مفيش فيه حاجه. طيب نيجي للحته الجزء اللي بعده اللي هو بقى البلفيك بارت. يعني لما دخل البلفس مشي ازاي؟ قال لك بص يا سيدي، هو مشي فين اولا؟ مشي هو لما دخل كده، دخل البلفس اهو، فين البلفس؟ ادي البلفس اهو، خلاص مشي على اللاترال وول اوف بلفس اهو. نازل ازاي؟ قال لك نازل داون وورد لتحت، عشان رايح تحت هنا ناحيه البلادر، داون وورد اند باك وورد، راجع على ورا، داون وورد اند باك وورد، وهو معدي شايف عمل كروسنج على كام حاجه؟ ثلاثه. اول حاجه اوبتيوريتور نيرف، رايح فين وجاي منين مالكش دعوه، اوبتيوريتور نيرف اسمه ايه؟ اوبتيوريتور نيرف، خلاص اهو. واثنين بنفس الاسم اللي هم اوبتيوريتور فيسلز ارتري وفين. يبقى كده انا عندي هو معدي على مين؟ على الاوبتيوريتور نيرف والاوبتيوريتور فيسلز. انت قلت لي معدي على ثلاث حاجات، ايه الحاجه الثالثه؟ بص الحاجه الثالثه، احنا زمان واحنا في كافيتس، واحنا في لسه في اليوترس، ايه اللي كان بيحصل؟ كنت باخد تغذيه عن طريق حاجه اسمها ايه؟ امبلايكال كورد، اللي هو الحبل السري، او اللي هو الامبلايكال كورد. كان ماشي في حاجه اسمها امبلايكال ارتري. لما الطفل بيتولد الدكتور بيعمل ايه؟ بيقطع الامبلايكال كورد، فالارتري اللي كان موجود جوه الامبلايكال كورد ده بيتقفل خالص، مش ملوش لازمه خلاص، فبيبقى اسمه اوبليتريتد امبلايكال ارتري. مكانه فين؟ قال لك مكانه جنب الاوبتيريتور فيسلز بالظبط كده اهو، ده الاوبليتريتد امبلايكال ارتري اهو.
خلاص. يبقى فين الفاس ديفرنس بقى في الحوار ده؟ خد بالك الصوره دي متاخده ازاي؟ الصوره دي كده ده ناحيه قدام وده ناحيه ورا، دي الساكرم اهي انا قاطعها وباصص من الجنب، خد بالك ده ساجيتال سيكشن كده شويه، يعني ده اللاترال اسبكت عشان ده البوستيريور وده الانتيريور، ده اللاترال اسبكت ماشي. طيب ده الفاس ديفرنس معدي على ال اسمها ايه؟ اسمها ايه دي؟ اللي هي الاوبريتريتد امبريكال ارتري والاوبتريتور فيسلز، عدى عليهم خلاص ونازل اهو تمام حلو، نازل ايه؟ داون وورد وباك وورد خلاص، متغطي طبعا بالبريتونيوم بتاع البلفس، في هنا بريتونيوم مغطي البلفس هو مغطيه معاه خلاص كده. طيب وبعدين؟ قال لك وبعدين؟ قال لك اول ما بيوصل الاسكيل سباين خلاص كده بينتهي 90 درجه. ايه الاسكيل سباين ده يا محمد؟ بص شايف انا بباصص منين دلوقتي؟ من ورا ماشي خلاص. العظمه دي اسمها اسكيم، اسكيم شايف ده اسمه اسكيل سباين، احفظ الشكل ده كده. انا هقطع لك الحته دي كده خلاص، هقطعها كده واوريها لك في صوره دلوقتي، هقطعها لك واوريها لك في صوره احفظها اهي. شوف انا جبتها منين اهو، دي اسكيل سباين اهو، ده الاسكيم اهي، عظمه الاسكيم متعلم عليها بالازرق واسكيل سباين. بص بقى على الصوره فين الاسكيل سباين؟ ادي اسكيل سباين، بس انا جايبها في القلم، ادي اسكيل سباين خلاص. ايه بقى اللي بيحصل اول ما الفاس ديفرنس دوت؟ فين الفاس ديفرنس هنا؟ ادي الفاس ديفرنس، وراح فين؟ اهو اهي الفاس اهو. اول ما يجي عند مستوى الاسكيل سباين ده يروح عامل ايه؟ قال لك بينزل 90 درجه او بيتقلب 90 درجه اهو كده وكده خلاص كده 90 درجه خلاص. هو اصلا معلش قبل ما نكمل، الصوره دي فين قدام وفين ورا؟ مش ده الاسكيم؟ يبقى ده ناحيه بوستيريور، الاسكيم ده ناحيه ورا وكده ده انتيريور ماشي، وده اللاترال وول اهو اللي هو العكه دي عليه خلاص. طيب يبقى الفاز اهو مشي كده اهو، ولما جه عند مستوى الاسكيال سباين راح نازل 90 درجه خلاص كده، بينزل ايه؟ ميديالي اند داون وورد، وبيعدي من قدام التيرمينال بارت اوف، التيرمينال بارت اوف ايه؟ يوريتر. انا دخلت بقى منك ومش فاهم والله معلش، الحته دي دوخ ومش لاقيها صور واضحه، ويعني عايز انجز المحاضره عشان متاخره. فبصوا معايا في الفاس ديفرنس اهو، هو عايز يقول لك ان هو ايه بقى؟ لما جه ناحيه ورا كده اهو، لو بصيت من ورا ماشي خلاص، ده الاسكيل سباين اهو. بص يا سيدي، هو عمل انحناءه كده، هي مش باينه هنا قوي بس هرسمها، هحاول ارسمها لك كده، انحناءه اهي خلاص حوالي 90 درجه تمام. الانحناءه دي اتجاهه فيها كان ايه؟ كان ميديالي صح؟ هو اصلا جاي من ناحيه اللاترال، عايز يروح ناحيه الميديال اهو، يبقى على طول هتلاقيه ماشي ميديال اساسا في كل مره هقول لك عليه، ماشي ناحيه الميديال ناقص ولتحت شويه وداون وورد، عدى من قدام حته اسمها اليورتر، ده اليورتر اهو اللي جاي من فوق من عند الكدني من فوق ونازل تحت، هو عدى قدامه يعني بصيت كده اللي ما معلم عليه ده الفاس ديفرنس، وادي ناحيه قدامه اهو وانا باصص من قدام، يبقى هو قدامه خلاص كده تمام. يبقى كده لما جه عند الاسكيل سباين عمل تيرنينج 90 درجه خلاص كده، اتجاهه كان ناحيه الميديال وناحيه تحت خلاص كده، وكان معدي قدام التيرمينال بارت اوف ايه؟ يوريتر. وبعدين بندس ات ان اكيوت انجل تو ديسند اون ذا بيز اوف ذا بلادر الونج ذا ميديال سايد اوف سيمينال فيزيكال. مش فاهم برضه هو لما اهو، تعالى نبص من ورا تاني، لما نبص من ورا تاني اهو، لما عدى من قدام اليورتر ايه اللي حصل؟ قال لك نزل انحنى مره ثانيه كده خلاص عشان ينزل على البيز اوف ذا بلادر. ايه البيز اوف ذا بلادر دي؟ اي بلادر اهي، الجزء اللي ورا ده بنسميه البيز عشان دي الايبكس اهي، مالناش دعوه بالايبكس دلوقتي، احنا دعوه بالبيز اهي، القاعده بتاعت البلادر اهي، يمشي على البيز بتاعتنا وميديال لحاجه اسمها ايه؟ سيمينال فيزيكال اهي. اوصف بقى الكورس تاني من الاول عشان تدوختني معاك. بص يا سيدي، الراجل اللي هو الفاس ديفرنس دوت اول ما بيخش البلفز بيعمل ايه؟ قال لك بيعدي على ثلاث حاجات، اول حاجه الاوبريتريتد امبريكال ارتري مش موجود هنا، والاوبتريتور نيرف والاوبتريتور فيسلز، وبعدين يوصل لحد الاسكيال سباين. هلف من ورا بقى، هلف من ورا اهو، لما يوصل عند الاسكيال سباين يمشي كده ايه، يعمل زي زاويه قايمه كده خلاص، ويمشي كده لناحيه الميديال تمام، معدي من قدام اليوريتر، انا كده باصص من ورا حتى ايه مش باين هنا اهو خلاص، اليوريتر اهو هو قدامه بقى اهو، هو قدام اليوريتر. وبعدين لما يعدي من قدام اليورتر يمشي كده ينتني مره ثانيه، ينزل على البيز اوف ذا بلادر خلاص كده، ويبقى ماشي في الميديال سايد بتاع مين؟ السيمينال فيزيكال. يا رب يكون الكورس سهل وما اكونش عكيته لك خلاص كده تمام. طيب اخر حته في الكورس بقى خالص، بيقول لك ان هو لما يوصل البيز عند البيز اوف ذا بلادر دي سهله بقى الحته دي خلاص، الفاس ده هو المفروض ان هو ضيق شويه، الحته دي بقى اخر حته منه اللي هي عند البيز اوف ذا بلادر بتكون واسعه شويه خلاص كده، بنسميها الامبولا اوف ذا فاس او الامبيولا اوف ذا فاز ماشي خلاص.
الامبل اوف ذا فاز دي جزء واسع كده شويه، هي نفس جزء من الفاز ولكنه ايه متسع حبتين، اي حاجه متسعه بنسميها الامبولا دي او الامبولا، تمام كده خلاص. انا بحب اسميها الامبولا بدلعها يعني. خلاص جوينز ذا داكت اوف سيمينال فيزيكل، دي سيمينال فيزيكل اهي، الاثنين دول بيتحدوا مع بعض عشان يكونوا لي حاجه اسمها ايجاكيلاتوري داكت، هيجي ذكرها كمان شويه. يبقى اللي حصل ايه بقى النهايه بتاعتي ايه؟ النهايه بتاعتي ان انا عندي اهو ادي الفاز ديفرنس اهو، عدى من قدام اليوريتر وبعدين مشي على البيز اوف ذا بلادر، وفي حته منه اتسعت شويه سميناها ايه؟ سميناها الامبولا اوف ذا فاز، وهي بتتحد مع بتتحد مع السيمينال فيزيكل دي عشان يكونوا لي حاجه اسمها ايجاكيلاتوري داكت. قشطه قشطه كده خلصنا الكورس بتاعه تمام. تعالى اقول لك بقى لما سريع، لما سريع خالص خالص من بدايته لنهايته. بص يا سيدي هو كان ماشي فين؟ اول حاجه هو طالع من التيل اوف ابيديديمس ادي واحد، وبعدين مشي الونج البوستيرو بول اوف تيستس ناحيه الميديال سايد من الابيديديمس ماشي. وبعدين لما دخل السبرماتيك كورد كان ماشي فين؟ قال لك كان ماشي موست بوستيرو ستراكشر وحواليه بميني فور ميكسس اوف فينز، حلو، لحد ما وصل الانجوينال كانال، دخل من الانجوينال كانال ديت وعند الديب انجوينال رينج راح لقى فيه الانفيريور ابيجاستريك ارتري، راح لفف من حوالين اللاترال لي وراح لفف كده عشان يخش ناحيه الميديال وعدى على الاكسترنال ايليك فيسلز لحد ما دخل البلفس. لما دخل البلفس ايه اللي حصل؟ مشي على اللاترال وول اوف بلفس وعدى على ثلاث حاجات، رقم واحد الاوبليتريتد امبليكال ارتري مش موجود في الصوره دي، والاوبتيوريتور نيرف والاوبتيوريتور فيسلز، وبعدين وصل لحد الاسكال سباين. لما وصل عند الاسكال سباين لقى مين معدي؟ لقى معدي اليوريتر، راح معدي من قدام اليوريتر وهو ماشي ناحيه الميديال تمام خلاص، ماشي ميديالي راح معدي من قدام اليوريتر. لما عدى من قدام اليوريتر لقى نفسه ورا البلادر عند البيز بتاعتها، مشي على البيز بتاع البلادر ميديال للسيمينال فيزيكل، والجزء الاخير منه دوت بيكون متسع شويه بسميه الامبولا اوف فاز، والامبولا اوف فاز والسيمينال فيزيكل دول بيتحدوا مع بعض عشان يكونوا لي حاجه واحده اسمها ايجاكيولاتوري داكت. ده الكورس من بدايته لنهايته خلاص، احفظوا بقى زي ما انا بقول لك كده، يا رب تكون فهمت. يعني نتكلم عن البلاد سبلاي بتاعه، بلاد سبلاي فيناس درينج والحاجات دي. بلاد سبلاي بص عندك فيه الارتري بتاعه جاي الارتري باسمه، اسمه ارتري اوف ذا فاز خلاص كده، وده برانش من حاجه اسمها انفيريور فيزيكال ارتري. مش فاهم عشان ما اجيبلكش صور ولخبطك، انت عندك اي حاجه تبع البلادر يورينري بلادر بسميها فيزيكال خلاص كده، اليورين بلادر دي جاي لها سوبيريور فيزيكال ارتري وانفيريور فيزيكال ارتري ماشي، مش مهم هو فين وشكله عامل ازاي والكلام ده مالكش دعوه بيه خلاص. الانفيريور فيزيكال ده بقى بيطلع منه برانش خلاص كده، بيطلع منه برانش اسمه ارتري اوف ذا فاز. من اسمه ارتري اوف ذا فاز يعني هيمشي مع الفاز ديفرنس ويديله بلاد. طب فينس درينج قال لك وهو في السبرماتيك كورد، فاكر في السبرماتيك كورد كان ماشي حواليه ايه؟ بامبيني فور ميكسس اوف فينز، هي اللي بتاخد منه الفينز بتاعته، هو بتاخد منه قصدي فينس بلاد خلاص، ده هو في السبرماتيك كورد. طيب لما بيوصل جوه الانجوينال كانال بقى والابدومين وكده ايه اللي بيحصل؟ قال لك البامبيني فور ميكسس دي بتسيبه، وايه اللي وبعدين الفينز بتاعته او الفينس درينج بتاعه بيروح فين؟ قال لك بيروح على الفيزيكال بليكسس اوف فينز، شبكه موجوده حوالين مين؟ فيزيكال يعني ايه؟ يورينري بلادر. يبقى اذا الفينس درينج عن طريق حاجتين، اثنين بليكسس، بامبيني فورم بليكسس خلاص كده، والفيزيكال بليكسس على حسب مكانه، انما الارتري هو ارتري واحد، هو ارتري اوف فوز تمام. طيب الليمفاتيك درينج عن طريق مين؟ عن طريق الاكسترنال الياك ليمف نودز. طب والنيرف سبلاي؟ من حاجه اسمها فيزيكال بليكسس اوف نيرفز. يعني ايه فيزيكال؟ دي برضه شبكه اعصاب موجوده حوالين بلادر. تعالى بص ادي فيزيكال بليكسس اوف نيرفز اهي خلاص كده، لو بصيت هنا ده هنا عندك هتلاقي دي اللي هي الاكسترنال انجوينال ليمف نودز خلاص. طيب الحته دي سهله باذن الله كده. خلصنا الفاس ديفرنس، اتكلمنا عن الكورس بتاعه وريليشن، وبعدين اتكلمنا كمان على الايه اسمها ايه بلاد سبلاي والنيرف سبلاي والليمفاتيك درينج وهكذا. ندخل بقى دلوقتي على الجزء الثاني بتاعنا في المحاضره وهو السيمينال فيزيكال. ايه بقى السيمينال فيزيكال دي بقى؟ عباره عن ايه؟ هي فين اصلا؟ هي الجزء ده خلاص. طيب ايه السيمينال فيزيكال دي؟ تعال نشوف مكانها شكلها عامل ازاي والسايد بتاعها. بيقول لك ايه؟ كل سيمينال فيزيكال از ا كويلد تيوب، يعني انبوبه متنيه about 5 سنتيمتر لونج with a blind end upper end. يعني ايه بقى الكلام ده؟ بص يا سيدي انبوبه عامله كده، طبعا هي مش يعني مش بالكوبري ده فاهمني خلاص، قصده ان الابر اند بتاعتها او في ناحيه منها بتبقى بلايند اندد يعني مقفوله مش مفتوحه على حاجه خلاص كده. يعني انا ما بعرفش ارسم اصلا بس هحاول اوريها لكم هنا اهو. بص معايا يعني انبوبه ملفوفه على نفسها ومن ناحيه فوق كده ايه بلايند اندد خلاص كده. طيب يعني ايه مش متوصله بحاجه من ناحيه فوق تمام. يبقى كده هي عباره عن ايه؟
blind in a coiled tube about 5 سنتيمتر long with a blind upper end. قال لك موجوده منين لفين او مكانها فين بالظبط. قال لك بص يا سيدي, بتكستند فروم ذا تيرمينيشن اوف ذا يوريتر اباف وذا بيز اوف ذا بروستيت بيلو. يعني ايه يعني ايه؟ بس استنى, فين السيجنال فيزيكال اهي. قال لك الاكستنشن بتاعها يعني امتدادها منين لفين. قال لك شايف ده كده نهايه اليوريتر, ده من ناحيه فوق, ومن ناحيه تحت كده عند حاجه اسمها البيز اوف ذا بروستيت اللي هو الجزء اللي فوق من البروستيت ده كده. خلاص كده, يبقى من اول نهايه اليوريتر من ناحيه فوق لحد البيز اوف ذا بروستيت من ناحيه تحت. تمام خلاص كده فهمنا الحته دي. طيب يقول لك ما بين البيز اوف ذا يونيت بلادر انتيريورلي اند ذا ريكتم بوستيريورلي. هو ايه دي البلادر؟ خد بالك ده كده, بص ده كده انتيريور وده كده بوستيريور ماشي. انا باصص منين؟ باصص من الجنب اهو, قدامها البلادر دي ووراها مين؟ وراها الريكتم اهو. خلاص كده. طيب هتقول لي امال ايه دوت؟ اقول لك ده الامبولا اوف فاز, بس هو طبعا هنا حطها لك بشكل مش مظبوط, دي المفروض ناحيه الميديال مش وراها. خلاص كده مش وراها يعني. تمام اوريها لك دلوقتي اهو, لو عاوز الصوره بقى. الصوره دي مش انا باصص منين؟ باصص من ورا يعني. ده كان شايف البيز اوف ذا بلادر, ادي اهي السيمينال فيزيكال اهي, من اول الاكستند من اول البلادر هنا يعني المفروض تبقى اطول شويه لحد البيز اوف ذا بروستيت. خلاص كده, قدامها البيز اوف ذا بلادر اهي ماشي, ووراها بقى لو جينا, واحنا طبعا شايلين هنا عشان نعرف نشوف شايلين مين, شايلين الريكتم ده السايت والشيب. خلاص طيب تعال نتكلم عن ريليشنز. تعال نشوف اول حاجه anterior relations البيز اوف يور بلادر. انا لسه قايلها لك اهو, اهي ادي البلادر اهي البيز بتاعتها, ده كده قدام ده كده ورا, الجزء اللي ورا من البلادر بنسميه البيز ماشي اهو. خلاص طيب, طب انا قلت لك anterior relation, والله بص ريليشن سهل الريكتم انا لسه قايلها. خلاص كده طيب تعالى نشوف ميديالي, والله قلتها لك قبل كده. بص ميديالي اهي, مين دي؟ مش ده الفاس ديفرنس؟ مش ده اللي معدي قدام اليوريتر اهو؟ الفاس ديفرنس اهو, كان دي اسمها ايه الحته الواسعه منه اسمها ايه؟ الامبولا اوف فاتر. خلاص كده, او اوف فاز قصدي اسف, الامبولا اوف فاز انا بقول ده, او امبولا اوف فاز دي ميديال, على الميديال بتاع مين؟ سيمنا الفيزيكال. يبقى كده الانتيريور سهل والبوستيريور سهل والميديال سهل. طيب تعالى نشوف نشوف ايه تاني, هنشوف اللاترال ريليشن. بص بقى في اللاترال ريليشن بيقول لك ايه, سيبريتد فروم ذا ليفيتور ايناي باي فيزايكو بروستاتيك بلكسس اوف فينز اند انفيريور فيزايكال فيسلز. ايه بقى الكلام ده بقى؟ اصبر عليا يا الله, بنتكلم في اصلا سيمنا الفيزيكال اهو. بص معايا الصوره دي, انا عامل ايه؟ شلت نص وسايب لك نص. فين اصلا العروسه بتاعتنا اللي بنتكلم عليها النهارده؟ سيمنا الفيزيكال اهي, هي دي. خلاص شايف العضله دي اسمها ليفيتور ايناي, ليفيتور ايناي شايف عامله ازاي؟ مقوسه كده واخده طبعا هي اكبر من كده يعني, والدنيا اضيق من كده. خلاص شايف الزمن الفيزيكال اهي, هي لاترال ريليشن. طب هل هم دايركتلي كده يعني؟ هل مفيش حاجه في النص هنا؟ لا في طبعا, ده في حوارات هنا. في ايه بقى؟ تعالى نعدهم. بص يا سيدي تعالى نعدهم, اول حاجه فيزايكو بروستاتيك بلكسس اوف فينز, يعني شبكه فينز اسمها فيزايكو بروستاتيك يعني خاصه بالبلادر دي والبروستيت. تمام موجوده الناحيه دي حلو. وفي حاجه تاني قال لك اه inferior vesical veins, veins اسمها inferior vesical يعني ايه؟ يعني ايه vesical؟ يعني راح للبلادر دي. خلاص طيب تعالى نشوف صوره الكلام ده. بص اللاترال ريليشن اهي, انا هخبر لك الصوره دي جايبها ازاي. الصوره دي انا رحت باصص كده اهوت ماشي من قدام, وبعدين رحت قاطع الشويه اللي قدام دول, العظم اللي قدام ده رحت قاطعه وشايل كل الكلام ده. خلاص كده فجات لي الصوره دي اهو, ادي السيمنا الفيزيكال المفروض ناحيه ورا طبعا مش هبان هنا, وادي الليفيتور ايناي اهي. خلاص اوريك بس شكل الفيتور ايناي اللي جابه, اللي جابها كده يعني, ده لاترال ريليشن ماشي. وبعدين ايه تاني كده؟ قلنا لاترال ريليشن يبقى ريليتد لمين؟ للفيتور ايناي. في ما بينهم ايه؟ فيزايكو بروستاتيك بلكسس اوف فينز بالاضافه لمين؟ انفيريور فيزايكال فينز. تمام كده, او فيسيتس ارتريو فينز. طيب تعال نشوف السوبيريولي, قال لك تيرمينال بارت اوف يوريتر, انا لسه موريه لك. فين تيرمينال بارت اوف يوريتر؟ في صوره هنا جميله قوي, راحت فين؟ اهو ادي تيرمينال بارت اوف يوريتر ناحيه سوبيريور. طيب انفيريور ريليشن هي مين؟ ام سوري جدا والله يا جماعه اللخبطه دي. الانفيريور ريليشن جوينز ذا لوور اند اوف ذا فاز تو فورم ذا ايجاكريتوري داكت, انا قلت لك مره اهو. يعني اخر كده سوبيريور ريليشن هو مين؟ نهايه اليوريتر. طيب والانفيريور ريليشن هو انها بتجوين, هي مش ريليشن قوي يعني, هو عايز يقول لك انفيريورلي ايه اللي بيحصل لها؟ بتجوين الفاز ديفرنس عشان يعمل حاجه اسمها ايجاكريتوري داكت. خلاص كده طيب, يبقى اذا الريليشن ثاني بسرعه بقى, قدامها في مين؟ البيز اوف ذا بلادر, وراها في مين؟ الريكتم,
ناحيه الميديال في الامبل اوف فاس ديفرنس. طب وناحيه اللاترال قال لك ليفيتور ان واي، بس في بينهم شبكه فيسلز اللي هي فيزايكو بروستاتيك فيسلز، وكمان انفيرو فيزايكال فيسلز. حلو. طب سوبيريولي قال لك لها علاقه بمين؟ باليوريتر من فوق، خلاص كده. طب وانفيريولي قال لك بتجوين مين؟ بتجوين الفاس ديفرنس عشان يعملوا ايجاكيلاتوري داكت. يا رب تكون الدنيا واضحه وسهله. طب وظيفتها ايه السيمنال فيزيكال دي؟ قال لك دي بتعمل 80% من السيمنال فلويد. ما هو اصل خد بالك السيمنال فلويد او اللي بيحصل وقت الايجاكيليشن ده ما بيكونش عباره عن سبيرمز بس، سبيرم في فلويد. المسؤول بقى عن تكوين 80% من الفلويد ده هو مين؟ هي السيمنال فيزيكال، شبه الغده كده من الاخر يعني، خلاص. بس هي لا تحتوي على سبيرمز، يعني السبيرمز ما بتقعدش فيها، تمام كده؟ طيب السكريشن بتاعتها بتكون الكالاين، ادي اول واحده. تحتوي على فراكتوز، الفراكتوز عشان خاطر يغذي السبيرمز ماشي وقت ما تيجي يحصل ايجاكيوليشن. وكمان بتحتوي على ميوكس، ده طبعا ماده لوبريكانت، وكمان كواجيليتنج انزيمز. طيب تقول لي ليه في كواجيليتنج انزيمز؟ بص لما بيحصل ايجاكيوليشن بيحتاج السبيرمز دي يحصل حواليها زي غلاف كده كواجيولان، زي تجلط، تمام كده؟ وبعدين التجلط ده في الاخر لما في الفاجينا بتاعت الفيميل بيحصل له ايه؟ بيفك تاني، والسبيرمز بقى تبدا تتحرك، تمام كده؟ يعني احنا مش بتوع فيسيولوجي، احنا بس بديك الفكره عامه عن الفانكشن، خلاص كده؟ طيب نتكلم على البلاد سبلاي. البلاد سبلاي بتاعتها عباره عن ايه؟ قال لك arterial blood from the inferior vesical and middle rectal arteries. مش فاهم. بص مش احنا عندنا في حاجه اسمها inferior vesical artery؟ inferior vesical ده اللي كان رايح للبلادر يا ابني، خلاص كده؟ تمام. ده كان بيسبلاي مين برضو؟ بيسبلاي الفاس ديفرنس، ما تنساش، جمع بقى الحاجات دي في اخر المحاضره. عشان والله ما لحقتش اجمعهم لك، والله كان نفسي اجمعهم لك بس ما لحقتش. عشان ما اتاخرش عليكم بس. يبقى اول واحد inferior vesical artery، وكمان في حاجه اسمها ايه تاني؟ الميدل ريكتال ارتريز. دي ارتريز رايحه لمنطقه الريكتم من هنا، مش هو اصلا الريكتم وراها، تمام كده؟ مش الريكتم وراها؟ يبقى الارتريز بتاعته تديها، بس تحديدا الميدل ريكتال ارتريز اللي هي في النص، تمام؟ يبقى كده الارتريز بتاعتها سنه الفيزيكال ايه؟ انفيريور فيزيكال ارتريز والميدل ريكتال ارتريز، ماشي خلاص. طيب الفينوس درينج هي جنب البلادر، يبقى هتروح تصب فين؟ في الفيزيكال والبروستاتيك والاكسترنال ريكتال فينوس بلكسسز، تمام كده؟ ده حفظ بقى كل دي فينز حوالين الاورجنز دي، تمام؟ طيب الليمفاتيك درينج بتاعها للانترنال والاكسترنال لينف نودز، خلاص كده؟ انترنال والاكسترنال لينف نودز يعني جوه وبره، تمام؟ سهله دي. نيرف سبلاي قال لك من الفيزيكال بلكسس ونيرف، يعني من الاخر كده هي مالهاش حاجه خاصه بيها. كل الكلام بتاعها ايه؟ ده بلكسس بتاعت البلادر، بتاعت بروستد، ده بتاعت الريكتم، يعني هي مالهاش حاجه خاصه بيها. فانت الحته دي بقى تقعد ايه؟ تحفظها باذن الله. خلاص شفنا الصوره دي كده، خلصنا مين؟ اللي هي الايه؟ اللي خلصنا الفاس ديفرنس وخلصنا السيمينال فيزيكال. نخش بقى على ايجاكيلاتوري داكت. نتكلم بقى دلوقتي على ايه؟ على الايجاكيلاتوري داكت. ايه بقى الايجاكيلاتوري داكت دوت؟ انا قلتها مره، مش انا قلت لك ان احنا عندنا ناتج اتحاد السيمينال فيزيكال مع الفاس ديفرنس بيديني حاجه اسمها ايجاكيلاتوري داكت. تعالى بقى نوصفها. ايه الايجاكيلاتوري داكت دي بقى؟ بص يا سيدي، بيقول لك انها فورمد بيهايند ذا نيك اوف ذا بلادر. وانت فاكر الصوره دي جايه منين؟ تعالى اقول لك. بص بص يا سيدي، المنطقة دي احنا يعني هرسناها بقى دلوقتي. لو بصينا من ورا كده، تعال نشيل الهلس ده، خلاص نشيل الكلام ده كله، نشيل دي مش عاوزاها كمان، نشيل دي مش عاوزاها كمان. باصص منين دلوقتي؟ من ورا، شايل لك كل حاجة عشان أعرف أشوف أهو. ده الفوز، وأدي إيه؟ سيمينال فيزيكال. تعالى كده نبص، هتلاقيهم بيتحدوا مع بعض صح؟ عشان يكونوا لي حاجه اسمها الفاس ديفرنس، قصدي الايجاكيلاتوري داكت. فين بقى الايجاكيلاتوري داكت دي بقى؟ قال لك دي داكت قصيره ماشيه فين؟ لاترال ميديال، لا ماشيه جوه السبستنس بتاعت البروستات. ما هي دي بروستات، دي بروستات اهي، بروستات خلاص، ماشيه جوه السبستنس بتاعتها. يعني ايه؟ عشان اشوفها لازم اعمل ايه؟ اشيل دي كده، اشيل الكلام ده اهو، دي السيمينال فيزيكال اهي، دي قصدي ايجاكيلاتوري داكت اهو، ايجاكيلاتوري داكت اهي خلاص، ماشيه جوه السبستنس بتاعت الايه؟ البروستات. تعال نشوف بيقول عنها ايه. يبقى كده عرفنا انها فورمد بيهايند ذا نيك اوف ذا بلادر. فين النيك اوف ذا بلادر؟ ادي النيك اوف ذا بلادر، رقبه البلادر هنا اهي، هي مكونه وراها اهو المنطقه دي كده خلاص. تمام، ادي واحد. باي يونيون اوف مين داكت اوف سيمينال فيزيكال اند ذا تيرنال بارت اوف داكتس ديف اوف ذا داكتس ديفرنس او اللي هو الفاس ديفرنس يعني. تمام، برده الصوره دي موضحه ايه؟ ادي سيمينال فيزيكال، ادي الداكتس ديفرنس او الفاس ديفرنس ورا النيك اوف ذا بلادر، يديني ايه اللي هي اسمها ايه دي؟ خلاص الايجاكيلاتوري داكت. فيري نارو بارت او فيري نارو داكت، ضيقه جدا وطولها حوالي 2 سم، مش طويله يعني خلاص. طيب تعال نشوف بيقول ايه عنها تاني.
يقول لك باسز ثرو ذا بيز اوف ذا بروستيت اند ديسندز داون وورد فورورد اند ميديالي ثرو ذا سبستنس اوف ذا بروستيت. يعني ايه بقى الكلام ده؟ اول حاجه هي ايه بقى، هي اصلا جايه منين؟ فين؟ تعال نفهم اول حاجه البروستيت دي عباره عن ايه. حاجه شبه المثلث كده او الهرم، اللي فوق ده البيز صح، عريض اهو، والتحت دي الحته النارو بتاعتها الايبكس اهي. انا بص من دلوقتي كده، بص من الجنب واقطع لك نص البروستيت عشان اوريك اللي جواها. ده الايبكس اهي، ما يهمنيش، دي البيز اهي. شايف اللي في النص دي مين؟ اليوريثرا. في النص دي اليوريثرا، بص كده اهو الحته دي. السمنه الاجاكيولاتوري داكت دي غرضها انها توصل لليوريثرا. طب هتوصل ازاي؟ قال لك بص، اولا محتاجه تمشي جوه السبستنس بتاعت البروستيت. طيب بتمشي ازاي؟ قال لك بتمشي داون وورد لتحت، عشان هي راح تصب هنا اهي داون وورد، وهي اصلا جايه من ناحيه ورا، والبروستيت واليوريثرا دي ناحيه قدام شويه. يبقى نقول ايه؟ راح ناحيه فورورد، يبقى داون وورد وفورورد. طب ايه بقى ميديالي دي؟ لو بصيت كده هتلاقي ان اليوريثرا في السنتر، ماشيه في السنتر خلاص، يعني في النص بالظبط تمام. وانما الاجاكيولاتوري داكت دي كونت لاترال سيكا. لاترال ايه؟ سيكا اهي، هتلاقيها نازله كده، ادي ميديالي ونازله داون وورد ونازله فورورد، عشان تدخل في مين بقى؟ في اليوريثرا. فين في اليوريثرا تحديدا؟ تحديدا في البوستيرور بارت. وانا بقى كده باصص من الجنب، يعني ده ناحيه ورا وده ناحيه قدام اهو، في البوستيرور بارت اهو. تمام كده خلاص. طيب يبقى باصص ثروز ذا بيز اوف ذا بروستيت اند ديسندز داون وورد فورورد اند ميديالي. فهمناها بقى دي خلال السبستانس بتاعت البروستيت اهو، نازله داون وورد اند فورورد، مش هيبقى لك هنا ميديالي بقى خلاص، داون وورد اند فورورد جوه السبستانس، جايه من البيز ونازله ناحيه تحت اهي، عشان تفتح فين؟ ده قدام اهو، ده قدام. عرفت منين ده قدام؟ شايف البلادر ده؟ الايبكس بتاع البلادر اهو، ده البيز بتاع البلادر، اليورتر اهو، كل الكلام ده داخل من ورا اهو خلاص، جايه من ناحيه ورا راح من قدام. يبقى انا كده فاتح فين؟ في البوستيرور بارت او في ظهر اليوريثرا من ورا. تمام. طيب عايز تقول لي ايه عنها تاني؟ يقول لك ايه بقى، بص بقى الحته دي صعبه شويه. It opens into the posterior wall of the prostatic urethra. لسه قايلها لك، posterior فين اهي؟ ناحيه ورا اهو، ده البوستيرور وول. حلو. On the surface of the seminal curriculus lateral to the opening of the prostatic utricle. يعني ايه بقى الكلام ده؟ ايه بقى الطلاسم دي؟ بص تخيل معايا الصوره دي. اولا انا عايز اقول لك انا جبتها منين. انا بصيت كده الراجل ده من قدام خلاص، من قدام، ورحت قاطع، ماشي قاطع من هنا كده بالظبط خلاص كده، ورحت رامي لك الجزء ده، رميته خالص وبصيت من قدام. تخيل معايا، يبقى هشوف ايه؟ هشوف الجزء اللي ورا من البروستيت، وهشوف اليوريثرا دي، بس انا شلت الانتيرو وول بتاعها عشان اشوف ايه جواها ايه. لقيت ايه بقى في الصوره دي اهي؟ لقيت ايه بقى؟ انا قاطع كل الحاجات اللي قدام ورميها، يعني اللي انا شايفه ده ايه؟ البوستيرو وول بتاع الايه؟ بتاع اليوريثرا. لقيت ان في حته كده اسمها سيمينال كوليكولاس، اسمها زي كلكيعه كده في الوول، اسمها سيمينال كوليكولاس، بيفتح في منتصفها حاجه اسمها بروستاتيك يوتيريكل. ايه بروستاتيك يوتيريكل ده؟ لو انا خدت كات سيكشن كده كده اهو بالعرض، بصيت من فوق هلاقي في حته كده من البروستات، بص عامله ازاي اهي، اسمها بروستاتيك يوتيريكل. انا هتكلم عنها قدام شويه معلش خلاص، عرفت بس الفتحه دي. على جوانبها هنا اهو فتحت مين؟ جت السمنه طبعا، مش شايفها من هنا عشان هي مغطسانه جوه السبستانس. وبص لقيتها راح جايه فتحه هنا كده اهو على جوانب الايه؟ اليوتيريكل دي خلاص اهو. يعني بيقول لك it opens into the posterior wall of the prostatic urethra. اللي انا شايفه ده posterior wall عشان انا رميت الانتيرور اصلا كله خلاص. On the surface of the seminal colliculus اللي هي الحته دي ماشي. Lateral to the opening of the prostatic utricle. ادي prostatic utricle اهي، وادي الاوبننج ساعتها، يبقى laterally اهو خلاص. طيب كده خلصنا اللي انا عاوز اقوله على الايه؟ ejaculatory duct. تمام. لو انت بتذاكر ورايا اول باول، لا هتلاقي في حتت انا ما قلتهاش، هكملها لك فين؟ في البروستات عشان بس تفهمها على بعضها خلاص. انا قلت لك انها عباره عن ايه؟ اول حاجه هي دكت مكونه ورا النيك اوف بلادر، انا كده باصص من ورا عشان شايف الحاجات دي كلها موجوده ورا، باي ذا يونيون اوف ذا دكت اوف سيمينال فيزيكال ماشي، اللي هي دي خلاص، والايه الجزء الاخير من الفاز ديفرنس، عشان يكونوا لي دكت صغيره طولها حوالي 2 سم. بتخش منين؟ من البيز اوف ذا بروستيت، تمشي داون وورد وفورورد اند ميديالي عشان تدخل في طبعا بتبقى ماشيه جوه السبستنس بتاعت البروستيت، عشان تدخل في البوستيريور بارت او البوستيريور وول بتاع اليوريثرا، تحديدا البروستاتيك يوريثرا. تمام. ده بقى طريقه الفتحه بتاعتها. في عندنا حاجه اسمها سيمينال كوليكولاس في النص كده، في السيمينال كوليكولاس دي زي كلكيعه كده فيها فتحه البروستاتيك يوتيريكل، وهكلمك عنها كمان شويه. وعلى اللاترال سايد من اليوتيريكل دي في ايه؟ في الفتحه بتاعت الايه؟ ايجاكيولاتوري داكت. تمام كده؟ طيب خش على البروستاتيك جلاند، دي بقى حته محتاجه تركيز شويه.
نكمل بقى في البروستات جلاند. تعال الاول نعرف يعني ايه بروستات اصلا. البروستات دي عباره عن unpaired accessory fibromuscular organ of the male reproductive system، يعني دي عباره عن organ او حاجه unpaired، يعني مفيش منها اتنين، هي واحده بس، ماشي؟ عباره عن fibromuscular، يعني عباره عن fibrous tissue على muscle tissue، وبتحتوي جواها glandular tissue. خلاص موجوده فين؟ قال لك lying immediately immediately inferior to the bladder، يعني البلادر اهي تحتيها على طول تلاقي البروستات. خلاص كده ورا السيمسس بيوبس وقدام الريكتوم. معلش تعالى بقى اوصف لك مكانها كده. تعالى نعمل ايه، نشوف البروستات بتاعتنا فين. بص يا سيدي البروستات اهي، خلاص سيبك من هو قسمها لك اتنين هنا، هي اورجان واحد، تمام كده؟ خلاص هي اورجان واحد، ما تتحسبش اتنين، واحد. موجوده جاست اباف بيلو الايه البلادر، هي دي ورا مين؟ ورا السيمسس بيوبس. البيوبس هنا ادي ناحيه بيوبس، والناحيه الثانيه مش موجوده، موجود منها السيمسس بيوبس. خلاص ورا هنا اللي انا شايله مين؟ الريكتوم. خلاص كده طيب حلو الكلام كده، قلت كلمتك عليها. طيب بيقول لك ذا جلاند سكريشن، ماشي، توجذر مع مين؟ مع السكريشن بتاع السينر فيزيكال. فاكر السينر فيزيكال اتكلمنا عنها من شويه؟ قلت لك انها بتعمل 80% من السيمن. طب ال 20% باقيين بيطلعوا منين؟ من البروستات. يبقى اذا البروستات والسينر فيزيكال هم المسؤولين عن انتاج السيمن اللي بيحصل وقت الايجاكيوليشن. خلاص طيب بالنسبه لشكلها بقى، بالنسبه لي شكلها طبعا يعني انا بفترض ان شاء الله تكونوا عارفين التسعه الثانيه تقريبا، المصطلحات اللي هي الايجاكيوليشن والسيمن والحاجات دي، عشان كده انا مش بترجمها يعني. طيب تعال نشوف شكل الجلاند دي. بيقول لك ايه؟ الجلاند هاز ا شيب اوف ان انفيرتد راوندد كون، يعني مخروط مقلوب بالاخر، مخروط مدور مقلوب، تمام كده؟ لها بيز وايبكس واربع سيرفيس. تعال بقى نشوف الكلام ده على الارض الايه؟ ارض الواقع. مخروط مقلوب لها بيز، القاعده بتاعتها اللي هي فوق ناحيه فوق، بيز العريضه دي اللي فوق دي، خلاص دي البيز بتاعتها، وايبكس مدببه ناحيه تحت اهي الايبكس. لها سيرفيس قدام اللي هو انتيريور سيرفيس، خلاص، ولها سيرفيس من ورا اللي هو بوستيريور سيرفيس، وفي كمان انفرولاترال سيرفيس، يعني هو مش انفيريور لتحت خالص. يعني هو ازاي هرسمها لكم؟ بص تعالى نرسم، ما بحبش ارسم، بس انا ايه يعني هرسم. ادي البيز، ماشي، ادي الانتيريور سيرفيس باين قدامي اهو، البوستيريور سيرفيس مش باين، الايبكس ناحيه تحت كده، خلاص شايف ده كده اسمه ايه؟ انفرو ناحيه تحت اهو، بس هو لاترال، يبقى انفرو لاترال سيرفيس. يبقى هي كان لها كام سيرفيس؟ انتيريور بوستيريور وانفرو لاترال سيرفيس، واحد يمين واحد شمال، واحد ناحيه هنا واحد ناحيه دي. خلاص طيب بتوزن قد ايه؟ 8 جرام تقريبا، يعني قياساتها بقى ايه؟ فيرتيكال 3، يعني لو جينا ناخدها فيرتيكال كده هتلاقيها 3 سم، ماشي؟ ولو جينا ناخد هوريزونتال دايمتر، قال لك من فوق ناحيه البيز هتلاقيها 4 سم، ناحيه الايبكس هتلاقيها حوالي 2 سم، ماشي؟ دي قياساتها، حاجات يعني ايه؟ ارقام تحفظها. تعال نشوف الريليشنز بتاعت البروستات، يعني الخطب اللي حواليها ايه؟ والله الريليشن سهله قوي، انت ممكن تقولها اصلا. لو قلت لك البيز بتاعتها ريليتد لمين؟ سهله ولا مش سهله؟ ايه اللي فوقيها ده؟ البيز دي بتاعتها ايه؟ بلادر اهي. تعال بقى نشوف هو قايل ايه. دايركتلي او دايركتد ابورد، البيز بتاعتها لفوق، البيز لفوق مش لتحت، البيز القاعده بتاعتها القاعده لفوق، خد بالك هي مقلوبه، مقلوبه اهي، البيز لفوق، اوعى تتلخبط في الامتحان، البيز لفوق، قاعده يعني فوق اهي، عكس الطبيعي يعني، يعني من الاخر كده هي هرم مقلوب او مخروط مقلوب، ماشي. المهم البيز ريليتد لمين؟ او كونتينوس مع النيك اوف ذا بلادر. ادي لو بصينا في الرسمه دي، انا باصص ازاي؟ في الرسمه دي انا باصص من الجنب عشان بس نبقى على درايه. خلاص ادي قدام اهو، ادي البيوبس اهو، ماشي، ادي قدام، وده ورا دي الريكتم اهو، خلاص بعيد عن الحته دي خالص، ماشي. يبقى انا عندي البيز دايركتد لفوق، ادي البيز اهي، كونتينوس مع مين؟ مع النيك اوف ذا بلادر، لازقين في بعض، خلاص. بيقول لك ان البيز دي بيرست بمين؟ باليوريثرا، اليوريثرا اللي جايه من البلادر اهي، دي البلادر اهي، اليوريثرا دي خرمت الايه؟ البيز بتاعت البروستات، خرمتها، بس ما خرمتهاش من النص بالظبط، يعني ما خرمتهاش من هنا كده، لا، قال لك خرمتها ناحيه قدام شويه. يعني جزء يعني قسمتها لجزئين، واحد انتيرور واحد بوستيرور. الجزء الانتيرور اصغر شويه من البوستيرور، يعني زي ما انت شايف في الصوره كده. خلاص؟ يبقى يوريثرا نيرز، خرمت اليوريثرا نيرز انتيرور ايه؟ راذر ذان اتس بوستيرور بوردر. الانتيرور بوردر بتاع البيز اللي هو هنا ده، الجزء ده، تعال اعلم لك عليه او الون لك عليه. كونكتد للبيوبس او للجزء اللي هو البيوبيك بارت او البيوبيك بون يعني، خلاص، بحاجه اسمها بيوبو بروستاتيك ليجامنت. خلاص كده؟ يبقى انا عايز اعرف ايه عن البيز؟ البيز اولا دايركتد ابورد، يعني البيز لفوق اهي، خلاص؟ هي والنيكو بلادر واحد ماسكين في بعض، خلاص؟ طيب تيجي اليوريثرا تخرمها، تخرم البيز، طب من النص بالظبط ولا ناحيه قدام شويه ولا ناحيه ورا شويه ولا ميديال لاتيرال؟ قال لك لا، هي ناحيه قدام شويه، خلاص؟ تمام. طب كمان اخر حاجه عايز اعرفها هنا ايه؟ هي ان الانتيريور بارت بتاع البيز، البيز اهي
ادي انتيريور بارت اهو، ادي انتيريور بارت عشان ده البيوبس اهو، ماسك في عظم البيوبيك بون بحاجه اسمها الايه، البيوبو ايه، البيوبو ريكتال ايه، البيوبو قصدي بروستاتيك ايه ليجامنت. يبقى لو بصينا اهو ادي البيز اهي، فوقيها النيك اوف ذا بلادر، هتلاقي البروستات عشان نشوف، بص اهو ادي هايد اهو، فين في اليوريثرا اهي، ادي يوريثرا، خرمت البروستات منين؟ من البيز، خرمت البيز وناحيه قدام شويه، تلاقي الحته دي اصغر شويه من دي، هي ناحيه قدام شويه من طرفها لقدام. وكمان ايه اللي بيحصل؟ قال لك الجزء دوت اللي هو البيز دوت من ناحيه فوق كده من قدام ماسك في العظمه دي اسمها بيوبيك بون، بحاجه اسمها بيوبو بروستاتيك ليجامنت. تمام؟ طيب ده البيز، عايز اعرف حاجه عنها تاني؟ لا خلاص ولا هتكلم عنها تاني. طب الايبكس؟ لا دايركت لتحت، قمه دايركت لتحت، ما هي مقلوبه دايركت داون وورد، وريليتد لحاجه اسمها سفنكتر يوريثري اند بلفيك فاشي كفرنج. ايه بقى السفنكتر يوريثري ده؟ بص شايف ده كده فين؟ فين اهو، شايف العضله دي؟ دي عضله اهي. خلاص انا بص الصوره دي ازاي؟ اولا الصوره دي انا بصص ازاي؟ انا رحت جاي عامل كده اهو خلاص، ورحت قاطع هنا ماشي كده خلاص كده، ورحت بصص من شايل الجزء اللي قدام ده ورميته، بصيت من قدام اهو، ادي ده اللي هو الايه، السفنكتر يوريثري، عضله بيصاب كسفنكتر عشان تحبس البول. تمام كده؟ طيب ده الايبكس. يبقى كده البيز والايبكس سهلين، يعني ندخل في الانتيريور، الانتيريور ايه سيرفيس او الانتيريور بارت. بص يا سيدي ده عباره عن نارو كونفكس سيرفيس، كونفكس يعني اهو انا كده باصص منين؟ باصص من الجنب، ده قدام ده ورا، عرفت منين ده قدام؟ حد يقول لي شاطر، بلادر اهي، بوز البلادر باصص لقدام اهو، وده البيز اهو، وكمان ده ورا عشان فيه هنا السيمينال فيزيكال اهي ناحيه ورا، خلاص مش محتاجه بقى بقيه اساتذه يعني. يبقى نارو كونفكس سيرفيس اهو، سيبريتد فروم ذا سيمفيس بيوبس ماشي، بفات وفينس بليكسس في الريترو بيوبيك سبيس. يعني ايه الكلام ده؟ في الانتيور سيرفيس بتاع البروستات، بقى كان قاطع البروستات هنا، الانتيور سيرفيس بتاعها فين اهو؟ قال لك في الحته دي كده مش فاضيه، مش فاضيه زي ما هو عاملها كده، لا ده فيها فات، وفيها ايه؟ فيها فات وفيها فينس بليكسس، الحته دي اللي بيسموها ريترو بيوبيك سبيس، دي عظمه اسمها البيوبيك بون، وراها كده اسمه ريترو بيوبيك سبيس. يبقى الانتيور سيرفيس كونفكس سيرفيس، عامل كده كونفكس كده اهو، لو رسمنا عليه كده اهو هيبقى عامل كده اهو كونفكس كده. المنطقه دي فيها فات اللي هي اسمها ريترو بيوبيك سبيس، دي فيها فات وفيها فينس ايه بليكسس. تمام كده خلاص. طيب قال لك اليوريثرا كمز اوت اوف ذا سيرفيس سلايتلي ابوف ذا ايبكس اوف ذا جلاند. يعني ايه؟ لو انا رسمت لك كده، تعالى نرسم البروستات، هرسمها من الجنب اهو، انا باصص من الجنب، هي عامله ازاي؟ مخروط مقلوب او مثلث مقلوب، لا كده غلط اهو، ده البيز دي الايبكس. طب عايز ارسم اليوريثرا ارسمها ازاي؟ اليوريثرا بتخرم البيز، خرمت البيز، بس طبعا كده رسم غلط، هنحط هنا انتيريور هنا بوستيريور، المفروض هي تخرم، تعالى امسح الحته دي كده معلش، تخرم من ناحيه قدام شويه انتيريور شويه اهو، وتنزل تنزل تنزل تنزل. طيب هي خرمت البيز، طب هل لما بتيجي تخرج من اليوريثرا من البروستات قصدي بتخرج من الايبكس؟ لا قال لك بتخرج جاست قدام الايبكس هنا كده، يعني خرجت من الانتيريور سيرفيس مش من الايبكس اهو، بس في ايه قدام الايه؟ قدام الايبكس. فهمت الحته دي؟ تمام امسح بقى كل الكلام ده. يبقى كده ايه؟ اتس انارو كونفكس سيرفيس سيبريتد فروم سيمسس بيوبس اللي قدامه بايه؟ بفات وفينس بليكسس. طيب اليوريثرا كومز اوت اوف ذيس سيرفيس، اهي خارجه من هنا من السيرفيس ده جاست اباف الايه؟ او سلايتلي اباف ذا ايبكس ماشي؟ طيب ده الانتيريور. طب البوستيريور بقى؟ قال لك بص البوستيريور ده فلاتند فروم سايد تو سايد بات سلايتلي كونفكس فروم اباف داون وورد. يعني ايه الكلام ده؟ بص لو انا جيت للسيرفيس ده، تعالى نعمل ايه؟ نخليها على بعضها كده، لو انا جيت بصيت للسيرفيس ده من ورا وحطيت ايدي عليه، بص بالطريقه اللي هي بطريقه الترانزفيرس كده، هلاقيه ايه؟ سموث، يعني مش كيرفد، لو حطيت ايدي عليها مشي ايدي عليه كده عادي، حط ايدي عليها ترسم، انما لو جيت ابص له من جنب كده يعني من فوق لتحت هلاقيه كده كونفكس اهو، يعني كده اهو عادي مسطح، لكن كده متني. خلاص فهمت الجمله دي؟ يا رب يكون فهمتها. يبقى اتس فلاتند فروم سايد تو سايد بات سلايتلي كونفكس فروم اباف داون وورد، يعني من فوق لتحت كده ايه؟ لا ده كونفكس، لكن لو كده لو جيت احط لو جيت اشوفه ترانزفيرسلي هلاقيه مسطح. بيرسد باي ايه؟ بيرسد باي تو ايجاكيولاتوري داكتس اتس ابر بوردر، يعني عند الابر بوردر بتاعه هتلاقيه مخروم بالايه؟ بالايجاكيولاتوري داكت. فاكر ايه الايجاكيولاتوري داكت دي؟ فاكرها؟ اهو دي ايجاكيولاتوري داكت اللي كانت هنا، هتخرم الايه؟ البوستيريور سيرفيس بتاعه. تمام؟ يبقى كده البيز اتخرمت بايه؟ البيز اتخرمت بايه؟ باليوريثرا. والانتيريور سيرفيس اتخرم بايه؟ باليوريثرا. طب والبوستيريور سيرفيس اتخرم بايه؟ بالايجاكيولاتوري داكت.
تمام كده. انت قلت يوريثرا مرتين، اقول لك اه يوريثرا بتيجي من بتخرم تدخل من الايه من البيز وتخرج من الانتيريور سيرفيس، خلاص كده. طيب تعالى نكمل. البوستيريور سيرفيس ده ريليتد لمين؟ قال لك ريليتد ل تو ذا فرونت اوف ذا لور بارت اوف ريكتم. يعني ادي الريكتم فين؟ تعالى نشوف هنا في الصوره دي، انا باصص من ايه؟ دي ساجيتال فيو، ده انتيريور، ده بوستيريور، ده الريكتم اهو. هي ورا مين؟ وراها مين؟ وراها الريكتم. حلو. هل يعني في بينش بينهم عازل؟ لا، في قال لك في فاشيه اسمها ريكتو فيزايكل فاشيا. يعني ايه ريكتو؟ ريكتو يعني ريكتم اهو، فيزايكل يعني ايه؟ فيزايكل اهو، ادي البلادر اهي، دي البلادر، خلاص كده اهي، اسمها ريكتو فيزايكل فاشيا، مغطيه ليه؟ البروستات من ورا بس، وبتفصلها وبتفصلها عن الايه؟ عن الريكتم. تمام. طيب حلو، قال لك ملحوظه ان السيرفس ده تقدر تحسه عن طريق حاجه اسمها البي ار اكزامينشن. البي ار اكزامينشن ده بالريكتال اكزامينشن، يعني لو دخلت صباعك كده الاندكس عن طريق الريكتم اهو، تقدر تحس السيرفس ده اللي هو البوستيريور سيرفس، خلاص كده. فايدته ايه؟ في تيومرز بقى، لو شاكك في تيومر في البروستات او في شاكك في حاجه، تقدر تحس هل فيها حاجه ولا لا، هل هي فيها سويلنج ولا لا. تمام كده خلاص، ده كده البوستيريور سيرفس سهل ولا لا؟ البوستيريور سيرفس دوت قال لك فلاتند من ناحيه سايد تو سايد، ولكنه من فوق لتحت يبقى سلايتلي كونفكس، يعني واخد كيرف كده. تمام تمام. مخروم بايه؟ بالايجاكيلاتوري داكتس ناحيه فوق، ناحيه الابر بوردر بتاعه. تمام. ريليتد لمين؟ قال لك ريليتد للريكتم، وراه الريكتم. طيب هل في بينهم حاجه؟ قال لك في بينهم حاجه اسمها ريكتو فيزايكل فاشيا. طيب السيرفس ده فيه مهم، حاجه مهمه ان انا اقدر احسه عن طريق البي ار اللي هو البريكتال اكزامينشن، حوالي 4 سم من الانر اورفيس، يعني المسافه دي من الانر اورفيس هنا لحد دي كده 4 سم. تمام كده. طيب كده خلصنا السيرفس اللي هو مين؟ البوستيريور، خلصنا الانتيريور سيرفس، خلصنا البيز، خلصنا الايبكس. تعالى بقى نتكلم على مين؟ على الانفرو لاترال سيرفس. اللي هو مين بقى الانفرو لاترال سيرفس دوت؟ اللي هو فين الانفرو لاترال سيرفس؟ اللي هو الجزء ده، خلاص كده. طيب لو انا جيت رحت قاطع بالمنظر ده كده من هنا كده، خلاص قطعت كده اهوت، وبعدين رحت باصص من قدام، يعني قطعت كده شلت الجزء اللي قدام دوت ورميته، هشوف ايه؟ تعالى نشوف هنشوف ايه. ادي بلادر اهي، طبعا قطعت الجزء، قطعت الجزء اللي قدام بتاعها ورميتها، فانا شايف التجويف من جوه، تحتيها البروستات اهي. في الانفرولاترال سيرفيس ادي البيز، انا شايل الانتيريور سيرفيس، والبوستيريور سيرفيس مش هيبان عشان مش هو ورا. تمام كده. يفضل مين؟ ده كده اهو الانترولاترال ايه؟ الانفرولاترال قصدي سيرفيس. ريليتد لمين بقى؟ شايف العضله دي؟ فاكرها عضله قاع الحوض اسمها ايه؟ وريتها لك اكتر مره، مش هوريها لك تاني بقى. ليفيتور ايناي اسمها ايه؟ ليفيتور ايناي، خلاص كده. تمام. طبعا البروستات ناحيه قدام شويه، الفيتروني دي واخده الحوض كله، واخده ما هوريها لك تاني، انت يعني بتصعب عليا. هي شايف دي يعني ده جزء من الفيتور ايناي ولا ايه دي؟ لا دي مش الفيتور ايناي، ثواني احط لكم الفيتور ايناي. مش متخيل ان انا صاحي الساعه 12 والله، انا بنام 9 اصلا يعني. الفيتور ايناي لا مش هتغلبني، مش هجيبها. هيغلبني فعلا. طب عموما هي العضله موجوده هنا في قاع الحوض، خلاص ليها جزء ورا اهو ناحيه ورا، ما يهمنيش انا بتكلم في الجزء اللي قدام بقى، لخبطتكم معلش انا اسف. يبقى انا واخدين الصوره دي جايبينها منين؟ تمام. قلنا في عندنا ايه؟ ده الانفرولاتر سيرفس اهو. ريليتد لمين؟ قال لك ريليتد لحاجه اسمها ليفيتور ايناي. في بينهم حاجه ولا ما فيش؟ في بينهم حاجه، في بينهم شويه فات ماشي. في بينهم بقى ايه برضو كمان؟ البروستاتيك بلكسس اوف فينز، يعني لو بصيت هتلاقي في فينز هنا محوطه البروستات، خلاص كده اهي، وموجوده في المنطقه دي في الكافيتي ده. تمام كده خلاص ماشي. تمام. يبقى ده كده الانفرولاترال سيرفيس ريليتد لعضله اسمها ايه؟ ليفيتور ايناي، تحديدا الجزء الانتيريور منها ناحيه قدام. ماشي؟ طيب يبقى كده خلصنا مين؟ الريليشنز. يبقى كده الريليشنز اتكلمت على ايه؟ على البيز. اهم حاجه فيها انها مخرومه باليوريثرا ناحيه قدام شويه. تمام؟ ومنتشر البيوبو اللي هو البي بي ال ده، اللي هو البيوبو ايه؟ بيوبو بروستاتيك ليجامنت. ماشي؟ موصل البيز بالايه؟ بالبيوبك بون. اوعى تنسى الحته دي. خلاص طيب. الايبكس اهم حاجه انها دايركت لتحت. تمام كده؟ دايركت لايه؟ لتحت. خلاص طيب. الانتيريور، الانتيريور سيرفيس ده مهم جدا، ان هو كان متني، كان كونفكس شويه، وكان بيفتح فيه اليوريثرا او بتخرج منه اليوريثرا، خلاص كده جاست اباف الايبكس على طول. تمام. طيب وبعدين قال لك البوستيريور اهم حاجه فيه ان هو ايه؟ مين بيرست بمين؟ ايجاكيلاتوري داكت، خلاص كده ايجاكيلاتوري داكت. كمان كان بيتحس بالريكتال اكزامينشن، دي معلومات مهمه برده. خلاص. الانفرولاترال ده اللي هو السيرفيس دوت كان ريليتد للليفيتور ايناي ماسل. تمام. وما بينهم الفينز او البلكسس بتاعت البروستاتيك بلكسس اوف فينز. طيب البروستاتيك شيس، ايه بقى البروستاتيك شيس دوت؟ ده عباره عن شيث كده او غلاف محروت البروستات. يقول لك ايه؟ البروستات ليها ترو كبسول which is thick fibro muscular capsule firmly adherent to البروستاتيك تيشو. يعني ده البروستاتيك تيشو، الجلاندز بقى والفايبروس تيشو والمسل اللي هنا، حواليها هنا كده فايبرو ماسكولار كبسول، يعني كبسوله حقيقيه فايبروس تيشو جامد. خلاص؟ حلو.
وبعدين قال لك بالاضافه للكبسول دوت البروستات حواليها تاني كونكتيف تيشو تاني. خلاص كده جاي منين بقى؟ ده جاي من الفاشيه بتاع البلفس. مش احنا البلفس ده بيبطنوا فاشيه؟ الفاشيه دي عباره عن كونكتيف تيشو. خلاص قال لك محوطه البروستات. خلاص كده بنسميها الفايبرس شيث، يبقى ده اسمه كبسول او ترو كبسول، اللي هو ده بالاسود الغامق ده هنا. اما اللي بره ده اسمه ايه؟ فايبرس شيث، ده جزء من البروستات، انما ده جزء من الفاشيه. تمام كده؟ اللي هو اللي بره ده جزء من الفاشيه، فبيسموه حتى الفولس كبسول. يعني هو عشان هو مش تبع البروستات اصلا، هو محوطها مش اكتر. طيب شايف ده كده المسافه اللي بينهم دي او الفراغ اللي بينهم ده بيحتوي على بروستاتيك بلكسس اوف فينز، يعني الفينز بتاعت البروستات ماشيه في الحته دي. خلاص كده ده اللي عاوز اقوله في البروستاتيك شيث، سهله ان شاء الله. خش بقى في الموضوع تقيل شويه، هو اللوبس اوف بروستات. ركز معايا بقى كده واحده واحده. لما اجي اتكلم عن اللوبس دي هتلاقيني واخد كذا قطعيه للايه؟ للبروستات، يعني مره ببص لك من الجنب، مره بقطعها كات سكشن ببص لها من فوق، فواحده واحده وما تتوهش مني. ركز كده وكوبايه الشاي بتاعتك وايه؟ وروق. بص يا سيدي ايه الصوره دي؟ تعالى اقول لك الصوره دي. انا جيت على البروستات ماشي، اوكي سيف ماشي خلاص مصدقك. بص يا سيدي انا جيت على البروستات ورحت عامل ايه؟ قطعها كات سكشن كده وبصيت لها من فوق ماشي. تعالى نشوف الصوره جايه ازاي. بص يا سيدي ايه اللي في النص دي؟ دي اليوريثرا. اللي في النص دي حتى مش في النص قوي، ناحيه قدام شويه، فاكرها اليوريثرا؟ طب انا قاطع كات سكشن وباصص من فوق. طيب قال لك بقسم البروستات دي لكذا لوب، في جزء قدام اليوريثرا اسمه الانتيريور لوب، وجزء ورا اليوريثرا اسمه البوستيريور لوب، وجزء لاترال لوب بقى اللي هو بقيت ده لاترال لوب يمين لاترال لوب شمال. يبقى انا بقسمها لايه؟ انتيريور بوستيريور لاترال لوب ولاترال لوب كمان. حلو، شايف ايه الخرمين دول؟ كان في اتنين داكتس، واحده يمين واحده شمال، ماشيين جوه السبستانس بتاعت البروستات ورايحين يفتحوا في الايه؟ في اليوريثرا دي، بس انا قاطع من فوق شويه قبل ما هم يروحوا يفتحوا فيها. عارف دول اسمهم ايه؟ ايجاكيلاتوري داكتس. قال لك بص شايف الجزء ده اللي ما بين اليوريثرا قدام والاتنين دول ورا كده، الحته دي كده اسمها ايه؟ الميديان لوب او الميدل لوب. ميديان لوب او الميدل لوب. خلاص ايه دول بقى تاني؟ انتيريور قدام اليوريثرا، بوستيريور ورا اليوريثرا، لاترال لوب اهو، لاترال لوب اهو. طيب مين دي؟ الميديان لوب ورا اليوريثرا، ومين وراها ورا اليوريثرا وقدام مين؟ قدام الايجاكيتور داكت. تعال بص هوريك حاجه تانية. بص على البروستات اهي، البروستات اهي خلاص هشيل منها. بص يا سيدي فين الانتيريور لوب؟ هقول لك دلوقتي انا هعمل ايه. هشيل اللاترال لوب اليمين اهو، هايد شيلته. تعال نشيل الحشو ده مش عاوزينه عشان نعرف نشوف كده. بص في اليوريثرا اهي، دي اليوريثرا اهي، الانتيريور لوب قدام اليوريثرا. في قدام فين؟ قدام بص من قدام اهو، ادي ورا اهو، ادي قدام اهو، بينز قدام اهو، ادي الانتيريور لوب اهو قدام اليوريثرا، ورا اليوريثرا بوستيريور لوب، في اللاترال لوب انا شلت واحد وادي التاني باين اهو على الاطراف. امال فين الميديان لوب؟ ميديان لوب او الميدل لوب، تعال نشوف. ورا اليوريثرا اهو، وايه تاني؟ وقدام السمنال فيزيكال، ادي واحده هنشيلها، بص التانيه جوه اهي غطسانه جوه اهي. يعني من الاخر كده الميديان لوب دوت قدامه اليوريثرا ووراه اتنين سمنال فيزيكال. قشطه، يا رب تكون وضحت عشان خاطر ايه؟ نقدر ان احنا نفهم. طيب فهمنا الحته دي، تعالى بقى واحده واحده نبدا في اللوبس. اول حاجه الانتيرور لوب. ايه الانتيرور لوب ده بقى؟ تعالى نبص الاول نفهم الصوره دي ايه. الصوره دي ترانسفيرس سيكشن، يعني زي الصوره دي بالظبط، يعني في النص دي هتبقى اليوريثرا لونها احمر دي هنا، ادي كده قدام ادي كده ورا ماشي. طيب امال الصوره دي متاخده ازاي؟ ساجيتال سيكشن زي ما انا وريتك هنا. تمام كده اهو، ادي اليوريثرا اهي، ادي قدام ادي ورا. تعال نشوف اول حاجه الانتيرور لوب او الاسمس. اسمه الاسمس، انتيرور لوب او اسمه الاسمس. لايز ان فرونت اوف ذا بروستاتيك يوريثرا، يبقى قدام اليوريثرا، اسمه انتيرور. كونكتنج ذا تو لاترال لوبس، يعني ايه كونكتنج ذا تو لاترال لوبس؟ مش دي لاترال لوب؟ خد بالك انا باصص دلوقتي لايه؟ ده ترانسفيرس سيكشن، باصص من فوق يوريثرا اهي، انتيرور لوب اهو. امال ده اسمه ايه؟ لاترال لوب. وده اسمه ايه؟ لاترال لوب. مين موصلهم ببعض ناحيه قدام؟ الايه؟ الانتيرور لوب، يبقى هو كونكتنج موصلهم ببعض. قال لك فورمد مينلي اوف كونكتيف تيشو، يعني لو بصيت هنا كده مينلي كونكتيف تيشو. شايف مفيش فيه جلاندات زي دي كده، دي الفروع دي جلاندز اهي، لا هو مفيش فيه جلاندز قوي اهو.
خلاص. طيب وبعدين، طب البوستيرور لوب قال لك ده موجود ورا البروستاتيك يوريثرا، حلو، وراه بيلو ذا ايجاكيلاتوري داكتس، الايجاكيلاتوري داكت اهي هو تحتيها مش فوقيها، تحتيها بيلو ذا ليفل اوف سيمينال كوليكولس. ايه السيمينال كوليكولس دي؟ فاكرين مش انا قلت لكم زمان ان كان في حاجه اسمها مكلكعه في ظهر اليوريثرا كده اسمها السيمينال كوليكولس، اللي كان بيفتح فيها في النص حاجه اسمها اليوتريكل وحواليها الايجاكيلاتوري داكت؟ مش فاكر، هفكرك بيها دلوقتي، هفكرك بيها دلوقتي، بس اهدى على نفسك كده. يبقى تعرف ان البوستيرور لوب مالها بيهايند الايه؟ البروستاتيك يوريثرا وراه، وتحت الليفل بتاع مين؟ او تحت تحت الايجاكيلاتوري داكت اهي، تحتيها اهي خلاص كده، ومين وتحت مستوى السيمينال كوليكولس خلاص. ريتش ان جلاندولار تيشو وكونكت اللاترال لوبس، يعني ايه كونكت اللاترال لوبس؟ اللاترال لوب اهو واللاترال لوب اهو، عامله برده كونكشن زي الانتيرور بالظبط، بس الفكره ايه الخلاف عن الانتيرور؟ دي مليانه جلاندولار تيشو، مليانه جلاندولار تيشو، انما دي كانت معظمها فايبرو ماسكولار تيشو خلاص كده. طيب يبقى كده خلصنا من اثنين لوب، الانتيرور لوب والبوستيرور لوب. تعالى نتكلم على الميديان لوب. فاكروا الميديان لوب ده؟ الميديان لوب ده اللي هو كان مين؟ اهو في الصوره كات سيكشن، قدامه كانت اليوريثرا ووراه كانت السيمينال فيزيكل، قصدي اسف اللي هي الايجاكيلاتوري داكتس، واهو الميديان لوب اهو، ده الميديان لوب، قدامه اليوريثرا ووراه مين؟ ايجاكيلاتوري داكتس، واحده يمين واحده شمال، بس انا شايل منهم واحده، جايب لك واحده بس. لايز بيهايند ذا بروستاتيك يوريثرا، خلاص اتفقنا على دي بقى. And is related on each side to an ejaculatory duct. ادي واحده اهي، طبعا ده ايه؟ ترانزفيرس سيكشن، خد بالك باصص من فوق، ادي واحده اهي وواحده اهي، تمام كده؟ تمام؟ طيب. It projects slightly upward, projects slightly upward into the cavity of the bladder just behind the internal urethral orifice to form a slight elevation اسمه اليوفيولا of the bladder. ايه الكلام ده؟ مش فاهم، مش فاهم، بتقول ايه؟ بص على الصوره دي. ده الميديان لوب صح؟ عرفته منين؟ ورا اليوريثرا وقدام مين؟ او يعني قدامه فوق بنفس الوقت الايه؟ ايجاكيلاتوري داكت، يبقى ده الميديان لوب. دي اليوريثرا صح؟ دي اسمها انترنال يوريثرال اورفيس، يعني ايه؟ فتحه اليوريثرا من ناحيه جوه. فاهم؟ في واحده بره اللي فاتحه على الشارع ما لناش دعوه بيها. دي انترنال يوريثرال اورفيس. قال لك الميديان لوب دوت بيعمل بروجيكشن كده، شايف بروز اهو؟ بروز اهو. جوه او عند عند الحته بتاعت الايه؟ الانترنال يوريثرال اورفيس دي. بنسمي الحته دي الاليفيشن ده كده بنسميه ايه؟ اسمه يوفيولا فيزايكا او يوفيولا اوف ذا بلادر. ما كلمه فيزايكا اصلا او فيزايكال او كده معناها بلادر، يبقى يوفيولا فيزايكا المنطقه دي كده خلاص كده، او الايه اسمها اليوفيولا اوف ذا بلادر خلاص. طيب الميد ده وصف اناتومي، ما مالكش دعوه هي ليه وازاي وحصل كده ليه، ما مالكش دعوه، ده وصف اناتومي. طيب كونتينز ماسكولار جلاندولار تيشو، يبقى كده ماتش قصدي جلاندولار تيشو، يبقى كده عندك اللاترال لوب واليمين وشمال والبوستيرور لوب والميديان لوب، دول فيهم جلاندولار تيشو، انما الانتيرو لوب كان فايبرو ماسكولار تيشو خلاص. طيب كده اتكلمنا على مين؟ على الميديان، اتكلمنا على البوستيرو، اتكلمنا على الانتيرو. يا رب تكون الدنيا واضحه. تعالى نشوف التو لاترال لوبس. اللاترال لوبس انا باصص ده ايه؟ كروس سكشن اهو، باصص من فوق، يعني ده اللاترال وده اللاترال خلاص. اليوريثرا اهي زي فورم ذا مين بالك اوف ذا جلاند، يبقى اغلب الجلاند اصلا ايه؟ لو بصيت كده لو جيت نرسم اهو المين بالك اهو، ده كده انتيرو مالناش دعوه بيه خلاص، ده ميديا مالناش دعوه بيه، ده بوستيرو مالناش دعوه بيه. بص بقى معظم اهو، شايف كميه كبيره قد ايه اهو. يبقى المين بالك اوف ذا جلاند هي ايه؟ اللاترال لوبس. لاي اون ايتش سايد اوف بروستاتيك يوريثرا، يبقى دي يوريثرا اهي على جوانبها في اللاترال لوبس. ماشي. زي ار سيبريتد فروم ايتش اذر باي ا شالو فيرتيكال جروف اون ذا بوستيرو سيرش اوف ذا بروست، يعني لو انت جيت على البروستات من ورا، تعالى بس نمسح الكلام ده. لو جينا رحنا عاملين كده ايه؟ ريفريش اهو. لو جينا بروستات من ورا، ده ناحيه يمين اهو والناحيه شمال اهي. لو احنا طبعا ده مش باين قوي، بس لو حسست على الحته دي كده هتلاقي فيه في النص ما بينهم ايه؟ جروف صغير كده شالو قوي، يعني مش حاجه عميقه، لا شالو كده صغير، افصل لك بس يمين عن الشمال، حته اناتومي مالناش دعوه بيها. تمام كده؟ يبقى التو لاترال لوبس فورم المين بالك اوف ذا جلاند، موجودين على جوانب البروستاتيك يوريثرا خلاص كده، وسيبريتد فروم ايتش اذر باي ايه؟ شالو فيرتيكال جروف على البوستيرو سيرفس اوف ذا بروستات. تمام كده؟ اللي هو الناحيه دي. طيب كده قلنا الايه؟ اللوبس. هنعيدهم تاني بسرعه. يبقى الانتيرو لوب ده عباره عن ايه؟ فايبرو ماسكولار مينلي، موجود قدام اليوريثرا، يوصل اللاترال باللاترال. طب والبوستيرور؟ لا ده جلاندولار قوي، موجود ورا اليوريثرا، وخد بالك تحت مستوى مين؟ تحت مستوى مين؟ السيمينال ايه؟ او الايجاكيلاتور ايه؟ داكت خلاص. طيب وبعدين قال لك كمان برضه هو كمان بيوصل اللاترال باللاترال. طب واللاترال دول موجودين فين اصلا؟ موجودين على جوانب الايه؟ على جوانب الايه؟ اليوريثرا، ودول المين بالك بتاع الجلاند. ماشي؟ المين بالك بتاع البروستات يعني خلاص. يفضل عندنا مين؟ الميديان، اللي هو ده الميديان او الميدل، موجود مين؟ ورا الايه؟ ورا اليوريثرا، وقدام مين؟
قدام مين؟ الجاكيلاتوري داكتس، الاثنين دول، واحده يمين وواحده شمال، خلاص كده. ده الميديان ايه او الميدل لوب، ماشي؟ الاثنين صح، تمام. طيب خلاص، يا رب تكون الحته دي واضحه، عشان اصلا والله كان نفسي اعمل لكم الحته دي، يعني كان عندي فكره ان انا اعمل لكم مجسم بطين الصلصال، يعني هيبقى جميل قوي 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 قوي، بس للاسف يعني الوقت ما سعفنيش خالص يعني. طيب بالنسبه بقى للاستراكشرز اللي بتعدي او موجوده جوه البروستيت، ماشي، والحاجات اللي جوه البروستيت، اول حاجه بروستاتيك يوريثرا، يا ده احنا عاملين نرغي فيها بقى لنا ساعه. ترافيرز ذا بروستيت، مين شاطر يقول لي دخلت منين؟ دخلت من البيز، كانت ناحيه قدام ولا ناحيه ورا؟ ناحيه قدام شويه. اند ايمرجز اون اتس انتيرور سيرفيس اباف اتس ايبكس، يعني كانت خارجه منين؟ من الانتيرور سيرفيس. واحد انت، طيب ثاني حاجه دخلت الجاكريتو داكت، شاطر يقول لي جت منين؟ خرج دخلت منين؟ من البوستيرور سيرفيس على البروستيت، خلاص نازله ايه؟ داون وورد، فاكرين وريتها لكم هناك، مش هشرحها تاني. داون وورد فورورد اند ميديالي اون ايتش سايد اوف ذا ميديا اوف ذا ميديان لوب، ميديان لوب اهو على جوانب الميديان لوب في الجاكريتو داكت اهي، ووريتها لكم ازاي ماشيه داون وورد اند فورورد اند ميديالي بالتفصيل، مش فاكرها ارجع في فيديو تاني. رقم 3 بقى اللي هنرغي فيها شويه، بروستاتيك يوتريكل. ايه بروستاتيك يوتريكل دي بقى؟ يوتريكل معناها سمول يوترس، ده عباره عن ايه بقى؟ بلايند ساك، كيس كده بلايند. يعني ايه بلايند؟ يعني مفتوح من ناحيه او ناحيه لا، خلاص كده. طيب اكستندنج ابورد اند باكورد تو ذا سبستانس اوف ذا ميديان لوب اوف ذا بروستاتس، يعني ايه الكلام ده؟ اوبنز ات ذا ميدل اوف ذا سيمينال كوليكولس بتوين ذا اوبننج اوف تو ايجاكولاتوري داكتس هوملوج اوف ذا يوترس ان فيميل، حاجه كده شبيهه باليوترس في الفيميل، بس طبعا عشان الميل ما عندوش يوترس فحته صغيره قوي. ازاي؟ مش فاهم انت برضه، ما فهمتنيش برضه انت رايح فين. تعالى بص يا سيدي، كل مره نقعد نشيل الحشو ده، ايه دي؟ البروستات. فاكر كان في حاجه السيمنال فيزيكال دي، هما اتنين صح؟ دي واحده ودي واحده صح كده؟ هشيل لك واحده عشان تفتكر معايا. كان في حته كده بسميها سيمينال كوليكولاس، كانت حته من اليوريثرا، من ناحيه من ظهر اليوريثرا من ورا، ادي كده باصص من ورا اهو، من ظهر اليوريثرا الحته مكلكعه اسمها سيمينال كوليكولاس، تمام كده؟ فاكرها سيمينال كوليكولاس، كان بيفتح على جوانب يعني على جوانب السيمينال كوليكولاس دي اللي هي الايجاكولاتوري داكت. كان في حاجه هنا اسمها اليوتريكل، اليوتريكل ده عباره عن كيس كده، ماشي، كيس كده دايركتد ابورد، هو مش مرسوم، انا هرسمه لك انا ابورد اند ايه اند باكورد، لفوق ولورا، خلاص. مين ده اللي ورا اليوريثرا دي واللي قدام السيمينال فيزيكال؟ اسمه ايه؟ قصدي قدام، قصدي مش عارف انا مصمم اسميها سيمينال ليه، قدام الايجاكولاتوري داكت، انا اسف. يبقى ده اسمه ايه؟ ميديان لوب. اذا ده اليوتريكل ده عباره عن ايه؟ عباره عن سمول ساك وبلايند، كيس صغير كده، وهو له فتحه واحده بس، فتحه في جوه اليوريثرا، خلاص كده. بيبقى داخل جوه السبستنس بتاعت الميديان لوب دي، طالع ابورد اند ايه باكورد، خلاص كده. بيفتح في السيمينال كوليكولاس في النص، الكولكيه اللي هنا اسمها السيمينال كوليكولاس في اليوريثرا هنا، يفتح هو في النص، وعلى جوانبه ادي واحده سيمينال ايجاكولاتوري داكت، وعلى الجانب الثاني ايجاكولاتوري داكت. يا رب تكون امور واضحه، بس في صوره عايز اوريها لكم في الحته دي برضو، هي فين؟ اولا بص شكل اليوتريكل اهو، لو انا جيت رحت واخده كات سيكشن كده، هو المفروض موجود الناحيه دي هنا كده، لو رحت واخد كات سيكشن كده هشوف ايه؟ بص اهو، شايف حته كده مكلكعه داخله في الميديان لوب اهي، بس هنا مش مايلك، هو ابورد اند ايه؟ اند باكورد، هو مالك بس ان هو باكورد اهو، كل كي عكيس اهو، تمام كده؟ طيب ولو نزلت بالمستوى شويه هلاقي ان ده كده دخل ايه، يعني دي هتخش تفتح ناحيه، تفتح ناحيه، بس انا قاطع في ايه؟ قاطع في مستوى معين. طيب بص، كنت عايز اوري لك حاجه، انا كنت بوري لك ايه؟ معلش يا شباب والله الداتا دي معموله على عجل خالص يعني، اه اهي فاكر الصوره دي؟ الصوره دي كانت عباره عن ايه؟ انا قاطع الجزء اللي قدام ولاميه، فيفضل لك مين؟ انك شايف اليوريثرا من ناحيه ورا، ده البوستيرو وول بتاعها، كان في حته اسمها سيمينال كوليكولاس، كولكيعه. بص بقى لو بصيت هنا ادي ايه؟ منطقه السيمينال كوليكولاس اهي، شايف دي؟ بروستاتيك يوتريكل اهو، داخل في مين؟ هو مين اللي ورا اليوريثرا على طول؟ على طول مين وراها؟ الايه؟ الميديان لوب، يبقى داخل في الميديان لوب اهو، وشايف الفتحتين الصغنطتين دول بتوع الايه؟ السيمينال ايه؟ اللي هي دي النيله، بتوع الايجاكولاتوري داكتس. سوري جدا يا جماعه، سوري جدا، ده معجزه اصلا ان انا شغال دلوقتي يعني الساعه 1 حقيقي. ماشي كده خلصنا الجزئيه بتاعت الايه؟ اللوبس، يا رب تكون واضحه. مش اول الاستراكشرز خلصناها برده، قلنا دول اتكلمنا عنهم بسرعه قبل كده اصلا كذا مره، واخر حته ليها لايه؟ اليوتريكل. طيب تعال نشوف بقى بلاد سبلاي وذا بروستيت. بص يا سيدي، برده بلاد سبلاي والله كان نفسي اجمعه لك، بس للاسف الوقت ما سعفنيش خالص خالص خالص، عشان المحاضره هتنزل لكم في ميعادها. البلاد سبلاي باي انفيريور فيزيكال ارتري، قلنا مره ماشي، والميدل ريكتال وانترنال بيودينال ارتريز. ايه الانترنال بيودينال دوت؟ ده ارتري داخل يغذي البلفس من جوه، فبيطلع منه برانشز للبروستيت، تمام كده؟ طيب الفينوس درينج، قال لك الفينز من البروستات بتعمل بليكسس، شبكه، الشبكه دي موجوده حوالين البروستات، قلتها اصلا قبل كده، فاكر لما كنا بنتكلم على الشيس فين؟ ارجع تاني اهو،
اهو كان في هنا شبكه فينز اهي، هي دي شبكه الفينز اسمها بروستاتيك ايه فينس بلكسس. تمام حلو. This plexus of veins is embedded in the anterior and the lateral walls of the fascial sheath of the fascial sheath of ايه of the prostate. يعني ايه؟ ما لسه بقول لك الصوره هناك بقى خلاص. البلكسس دي برضو بتستقبل deep dorsal vein of the penis and drains through the vesical veins. انا مش فاهم حاجه يا محمد، انا مش فاهم حاجه، تعالى واحده واحده ما تزهقش عليا، بس ما تزهقش عليا. البروستيت حواليها شيث، فاكرينه؟ اه. الشيث ده جواه ايه؟ فينز، شبكه فينز. شبكه الفينز دي بتاخد الفينز بتاعت البروستيت، وقال لك بتاخد كمان حاجه اسمها الديب دورسال، او اسمه الديب دورسال بين دورسال الديب دورسال فين بتاع البينس. ده البينس اهو، ده الدورسال بتاعه، سطح الدورسال ده اسمه ديب فين اهو. يروح يصب فين؟ في البلكسس دي. خلاص كده اهو، فين اهو. انا اسف معلش شاورت غلط، استنى انا اصلا ايه ماليش شغل بالليل اساسا. اهو ده الفين دي الديب دورسال فينز اهي، داخل يصب فين؟ في البروستاتيك بلكسس. والبلكسس دي نفسها بتعمل ايه بقى؟ قال لك بتصب في حاجه اسمها انفيريور فيزايكل فينز. والانفيريور فيزايكل دي جايه تبع البلادر على فكره، خد بالك. الانفيريور فيزايكل فينز دي تروح على مين؟ على الانفيريور فينا كافا. تمام كده؟ يبقى انا عندي في حاجه اسمها بروستاتيك فينس بلكسس حوالين البروستات جوه الشيس بتاعها، وبتستقبل فين اسمه الديب دورسال فين او الديب دورسال فين. خلاص يصب فيها، وبعدين دوت الدم منه يروح على الانفيريور فيزايكل فينز ويروح على الانفيريور فينا كافا. تمام حلو، حلو الكلام. خلاص كده دي اللي هي الايه. طيب الليمفاتيك درينج قال لك في الانترنال الياك انفلونس. خلاص كده مش هي اصلا رايحه الفينز بتاعتها راح تصب على الانفيريور فينا كافا، جنبه في جنبه كده ناحيه تحت في انترنال الياك انفلونس بتروح تصب فيها. طيب النيرف سبلاي فروم ذا بروستاتيك بلكسس اوف نيرفس، يبقى هي لها فينس درينج او فينس بلكسس باسمها، ولها نيرفس او بتاع ده بلكسس اوف نيرفس باسمها برضه. خلاص طيب معلومه بقى حته ابلايد اخر حاجه في المحاضره باذن الله. بيقول لك ان البروستاتيك فينس بلكسس اللي احنا اتكلمنا عنها دي اللي هي دي خلاص كده كونكتد ماشي بالانترنال فيرتبرال بلكسس. يعني في بلكسس في العمود الفقري اسمها انترنال فيرتبرال فينس بلكسس. في بقى كونكشن قائم ما بين البلكسس بتاعت العمود الفقري دي والبروستاتيك بلكسس، وخد بالك ان الكونكشن دي فالفلس، يعني الفينز ما فيهاش فالفس، يعني الدم يروح يمين ويجي شمال براحته، يروح ويجي براحته. خلاص كده لازمتها ايه بقى؟ يقول لك لازمتها بتكسبلين ليه الكانسر بروستات كومن جدا ان هو يعمل ميتاستاسيس او ان هو يبعت تيومر في الفيرتيبرال بودس. ليه؟ لان سهل جدا ان التيومر الموجود في البروستات ماشي هنا اسف يبدا ان هو ينتشر عن طريق الفينز دي. خلاص كده ويروح من الشبكه دي، الشبكه اللي موجوده في العمود الفقري ايه ورا. بصوا يا شباب المحاضره دي والله حصل فيها يعني ايه ظروف كده لينا كلنا، فلو المحاضره دي وحشه اكتبوا في الفيدباك عشان نعيدها تاني مره ثانيه ماشي، ولو حلوه يعني جزاكم الله كل خير بقى. ومعلش انا صدعتكم النهارده، ما تنسوش تعملوا فورم الفيدباك، وبالتوفيق ان شاء الله يا دكاتره، واعذروني على اي لخبطه حصلت في النص يعني.